فدي جزئيه مهمه. الجزئيه الثانيه الاهم طبعا، وهو النهارده المنتخبنا الوطني اعلن قائمه المحترفين اللي هيتم استدعائهم لمباراه او مباراتي ليبيا في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. دي قائمه مبدئيه من المحترفين، لكن انا عجبني فيها قوي قوي ان في تركيز على عدد كبير من المحترفين، وان انت هتحاول تدور على كل واحد بيعمل ايه ومستواه عامل ازاي مع فرقته، فهتتابع. يمكن ده اللي كان ناقص الجهاز بتاع الكابتن حسام البدري للاسف شويه، لان كنا شايفين ان هو بيبقى في تركيز قوي. محمد صلاح طبعا دي حاجه كده على جنب، طبيعي جدا ان انت تجيب محمد صلاح والنني وحجازي والناس دي، لكن ما كنتش بتبص بره قوي، ما كنتش مثلا بتبص على واحد زي عمر مرموش، واحد زي سام مرسي بيلعب في الدوري الانجليزي الدرجه الثانيه، بعض الاسماء اللي ممكن تكون اضافه بالنسبه لك وممكن ان انت تستفاد منها، خصوصا الاسماء دي بتلعب وماشيين بشكل كويس مع انديتهم ايا كان مين النادي بتاعهم، بس لازم يكون في متابعه مستمره لمحترفينا في الخارج. ده اللي بيعمله الجهاز الفني الحالي بقياده كارلوس كيروش وكابتن ضياء سيد ومحمد شوقي وايضا كل اعضاء الجهاز الفني. فبالتالي زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، دي قائمه اللاعبين المحترفين، القائمه المبدئيه اللي تم توجيه استدعاء ليها، لان زي ما حضراتكم ايضا عارفين لازم ان اي اتحاد يرغب في استدعاء المحترفين يبعت الاستدعاء ده قبل اول مباراه ب 15 يوم، وده اللي عمله الاتحاد المصري لكره القدم. بالتالي القائمه مكونه من محمد صلاح نجم نجوم الدوري الانجليزي ونجم نجوم ليفربول الانجليزي، محمد النني احد ابرز النجوم طبعا في ارسنال الانجليزي، احمد حجازي اللي بيتالق ويتوهج امبارح في مباراه النصر مع اتحاد جده وقدروا ان هم يفوزوا 3-1، هو طبعا احد ابرز اللاعبين في اتحاد جده السعودي ولا غنى عنه، احمد حسن كوكا لاعب كونيا سبور التركي الجديد، مصطفى محمد نجم جلاتا سراي التركي، لسه الاقاويل كتير بخصوص مصطفى محمد، هل هيبقى في عقوبه من الاتحاد ولا لا؟ الجهاز الفني مش يعني ما عندوش اي تعليق على الموضوع ده، الجهاز الفني الحالي، لان هو بيشوف ان طالما الجهاز الفني السابق ما خدش قرار تجاه مصطفى محمد فاذا ما فيش اي مشكله، الا لو في قرار اداري من الاتحاد المصري لكره القدم، حتى الان ما فيش اي قرارات من الاتحاد المصري، فبالتالي مصطفى محمد من ضمن القائمه المبدئيه اللي تم الاعلان عنها. ايضا احد ابرز اللاعبين ولاعب مميز جدا سام مرسي مش واخد حقه شويه، لاعب ابسويتش الانجليزي وكان لاعب ميدلسبرا سابق وويجن الانجليزي سابق، لاعب عنده خبرات يعني في وسط الملعب، واللاعب اللي منضم لاول مره هو عمر مرموش اللي ماشي بشكل ممتاز في الدوري الالماني مع فريق شتوتغارت، احمد ياسر ريان التاي سبور التركي احرز هدف في اولى مبارياته ومن المهاجمين المميزين جدا جدا، لو ما جاش هيبقى بسبب طبي وهي الاصابه، فده لسه هيتحدد خلال الايام القليله المقبله، وكريم حافظ لاعب مالاتيا سبور التركي الباك ليفت المميز ايضا ولاعب مهم خصوصا المركز ده، ان احنا عندنا فيه ازمه شويه ناحيه الشمال، ما فيش لاعب مصري بجوده عاليه تقدر تعتمد عليه في المكان ده، على غرار مثلا سيد معوض، على غرار محمد عبد الوهاب الله يرحمه، على غرار عدد كبير من اللاعبين اللي شغلوا مركز الظهير الايسر، عندنا محمد عبد الشافي بالمناسبه لاعب مميز طبعا لاعب نادي الزمالك، لكن كريم حافظ بما انه لاعب محترف وبيلعب مع فريقه فممكن يكون اضافه لمنتخب مصر، فدي كانت قائمه او قائمه مبدئيه للمحترفين اللي اعلن عنها الاتحاد المصري لكره القدم.